50 هنا في مسار رقم 4 عندنا عايز incident angle اللي هي سيتا for a south facing surface. أغلب الوقت هتلاقيه south facing لو هو شغال على مكان في النورث زي ايجيبت. قال لي هنا انها tilted back from the vertical position by 30 degree. طيب يعني هو مديلي الزاوية مع الرأسي بتاعة التلتينج، هل دي البيتا؟ لا، البيتا هي اللي بتبقى الزاوية اللي هنا دي، يبقى البيتا بالنسبة لي ب60 درجة. خلي بالك ما تاخدش الرقم بتاع التلتينج على طول. الثري بي ام بقى اعرف احسب منها الاور انجل، والتين جولاي جون عشان احسب منها الدلتا، و26 ديجري نورس عشان اقدر اجيب اللاتيتيود. بس انا عندنا في المسألة رقم 4 ساوث فيسنج على فاي اس ب 0، البيتا زي ما شرحتها، اللاتيتيود مديها لي، الاور انجل كان فاضل ان انا احط التي اس بتاعتي كانت الساعة 3، 3 دي اللي هي 15 بال 24 اور سيستم، النمبر اوف داي بالرقم دوت. هطلع الدلتا عندي هتلاقي قريبة اوي من 23.45، لأن اليوم بتاعي كان 18 جون و 21 جون كان ب 23.45 بالظبط. هتطلع السيتا لما تقعد في المعادلة بالفاليو دي. آخر مسألة بقى، آخر مسألة هنا بيقول لك calculate the angle of incidence. هو كل الشيت ده بيطلب منك إن أنت تحسب السيتا، مديني هنا التي اس، ومديني اليوم اللي أنا شغال فيه، ومديني اللوكيشن في اسكندرية. عايزك تحل مرة لو ساوث فيسنج وهوريزونتال سيرفيس، او ساوث فيسنج وفيرتيكال سيرفيس، ولا انكلايند تلتت بزاوية 65 ديجري فروم فيرتيكال. برضو عامل الحتة ديت، يعني البيت عندي مش بتساوي ال65 درجة، دي بتساوي 90 ناقص 65، يعني هتطلع على 25 درجة. وفيسنج 30 ديجري ايست اوف ساوث، يعني فاي اس عندي ما هياش بزيرو المرة دي، امال بكام؟ بنيجاتيف 30. ليه؟ لان انا قلت ان ناحية الايست بتبقى عندي بالنيجاتيف. طيب لو رحنا كده على الحل، اللاتيتيود دهولي، الاور انجل قالي الساعة 10 الصبح، حطيتها زي ما هي طلعت لي الاور انجل. هبط في 15 جولاي طلع لي الديكلينيشن. احل مرة لو هوريزونتال، في اول حالة هوريزونتال سيرفيس فيسنج ساوث، هوريزونتال سيرفيس يعني بيتا بزيرو، فيسنج ساوث يعني فاي اس بزيرو، اطلع السيتا بتاعتك. طيب احنا عايزين السيتا دي تبقى صغيرة ولا كبيرة؟ عايزينها تبقى صغيرة جدا، لان يعني شعاع الشمس لو كان نازل رأسي كده يبقى انا استفدت منه كله. في حالة الفيرتيكال سيرفيس كل اللي اتغير البيتا بقى ب90 درجة. لما تيجي تحسبه هتلاقي السيتا بقت كبيرة قوي، ودي حاجة سيئة جدا جدا جدا، دي معناها ان تقريبا قريب من الافق، يعني انا كده مش بستفيد اساسا منه. طيب اخر حالة بقى، هو عمل له تلتنج بزاوية 25 درجة ونيجاتيف سيرت الفاي اس، هتطلع ان الزاوية بتاعتك ب 21.22. طبعا دي احسن حالة، لان هو هنا عمل له تلتنج بزاوية قريبة، البيتا بتاعته قريبة من اللاتيتيود. لو كان حط البيتا باللاتيتيود بالظبط كانت هتطلعه المفروض رقم أعلى بشوية. تمام، طبعا انت ملتزم بالحاجة اللي هو اديها لك، فعوضت بيها طلع لك الفاليو ديت. لو قال لك مين البيست فيهم، فطبعا البيست هي الحالة الأخيرة، لأن السيت عندي صغيرة. طب لو السيت عندي صغيرة دي حاجة كويسة جدا، لأن زي ما قلت أنا عندي الزاوية سيتا ديت أنا بقيسها مع الرأسي. فلو كانت السيتا عندي صغيرة جدا يبقى معنى الكلام دوت ان الشعاع بتاعي قريب من ان هو يبقى عمودي، يعني بستفيد منه.